بقى كلام عن الماتش اللي جاي ان شاء الله، المواجهه المرتقبه للنادي الاهلي امام سيمبا التنزاني في دوري ابطال افريقيا. تعالوا نروح من خلال هذا التقرير وناخد فكره كده عن اراء الجمهور وتوقعاتهم لهذه المواجهه المرتقبه بين الفرقتين من خلال هذا التقرير، ونرجع نكمل الكلام. ان شاء الله هو الماتش صعب شويه، بس هو ان شاء الله احنا قد التحدي يعني، وهنكسب ان شاء الله الماتش دوت هناك في تنزانيا وهنا. وانا بطالب الجهاز وبطالب اللعيبه بالتركيز في الماتش دوت، والجون بتاعنا بسم الله ما شاء الله عليه، واللعيبه الحقيقه الاهلي ادى مباريات كويسه جدا في الدور التمهيدي، وكان اول مجموعه بعد يعني يمكن سنين طويله ما كانش الاهلي بيبقى فيها اول مجموعه. أنا شايف إن دي فرصة كبيرة جدا، الأهلي أكد فيها سيطرته على أفريقيا، وهم قادرين بالسكواد اللي موجود دلوقتي، سكواد قوي ومعاهم مدرب قوي، وعاملين يعني مباريات كويسة جدا على جميع المستويات، سواء في الدوري، سواء في بطولة البطولة السابقة، حتى كأس السوبر الأخير الأهلي كان يعني فرض سيطرته كويس جدا. طبعا لعيبة النادي الأهلي لعيبة رجالة بتبان في الاوقات والادوار الاقصائيه، فرسلت اليوم ان هو الماتش يعني خاصه ان هو دلوقتي بقى الساعه 9، فما عادش في حته اللي هي العصر دي اللي كان بيعتمد عليها افريقيا. احنا بنبقى سادين برضو في العصر، بس هو احنا ان شاء الله الاهلي قادر ان هو يعدي الماتش ده ويتاهل للنهائي ويحرز البطوله ان شاء الله. لعيبه النادي الاهلي لعيبه كبيره، واثقين فيهم جدا، معودينا دايما على البطولات، ان شاء الله منتظرين البطوله ال 12 صح كده. طبعا زعلانين امام عاشور مش موجود معانا، بس اكيد طبعا بقيه لعيبه الاهلي قادرين ان هم يعوضوا الغياب ده، وان شاء الله نفرح بيهم في النهائي ونفوز بالبطوله ان شاء الله. اعتقد لعيبه النادي الاهلي خلاص بقت متمرسه في الادوار دي في بطوله افريقيا، وهم يعني قد المسؤوليه، واعتقد ان البطوله دي بالنسبه لهم بقت البطوله المفضله يعني. وطبعا هو ماتش مش سهل لانه في الادوار النهائيه، وخصوصا بعد اصابه امام، بس بقيه اللعيبه قادره ان هي تبقى قد المسؤوليه، وخصوصا ان الاهلي بمن حضر يعني، ونتمنى لهم ان شاء الله ان هم يعملوا ماتش كويس ونتاهل ان شاء الله الدور الاربعه. والله حابب اقول بالتوفيق ان شاء الله، الماتش مهم جدا، فريق الاهلي طبعا كل العيون عليه لان هو بطل الدوري وابطال افريقيا السنه اللي فاتت. سيمبا احنا لعبنا معاه كذا مره، فالفرقتين يعني متشافين كويس، ان شاء الله في فرصه للعيبه الاهلي ان شاء الله نعمل نتيجه ايجابيه بره عشان نستريح في الماتش واحنا جايين ان شاء الله.